انا جيت هنا لاقليم جديده، بقى ندور شويه وجيت لهذا الحي هذا البرتغالي وكندور حتى كنتفاجئ باللي هذه الموسيقات البرتغاليه لقيتها مسدوده، وانا زعما نكتشفوها ونشوفوا شنو كاين. ساعه لقينا دوماج لقيناها مسدوده، وكنتمنى من الناس المعنيين بهذا الامر هذا يلقاو شي حل لهذه الموسيقات هذا باش من هنا لقدام زعما يحلوها ونكتشفوها ونشوفوا شنو كاين تما. وهذه القضيه هذه ممكن تضر بالسياحه الاجنبيه، اما حنايا عادي حنايا في المغرب ان شاء الله وقت ما تحلات له شي حاجه نقدر نجيو، وين بحال زعما السياح الاجانب راه صعيب الحال شويه يضرب واحد الكيلومترات بعاد ويجيو يلقاها مسدوده، راه ماشي نورمال. فعلا فعلا هذا اهمال بزاف للمآثر التاريخيه، ماشي هنا بزاف ديال المدن فيها اهمال بزاف ديال هذه المآثر التاريخيه للناس، كاين الناس اللي كيجيو يزوروها من بلدان بعاد وكيلقاو هذا الشيء هذا مسدود، راه شويه ما ماشي معقول. خويا هذا الاغلاق هذه راه قتلوا هذا الحي كامل على قبل المسقات هذه، يعني حتى السياح اللي تيجيو هنا على قبله كيجيو هنا كيوقفوا كيتصدموا، يعني يقدر كيرجع بحالاته لو كان علموه لينا راه بانها مسدوده ما غاديش يقدر يجي هنا. وبالنسبه لهاد المحلات ديال البازار والارتيزانات هي ماتت معاها، يعني ما بقاوش حتى يترزقوا الله معاه، كيجي ما كيبقاش يكمل كاع الطريق، ومن كيجي كيوقف هنايا دايرين الاعلان من ليامات الحجر الاول ديال كورونا وهي مغلوقه، كيجي دار بتسخسيخه على قبل المسقات باش يجي يشوف. وابار هادشي الجديده كامله في هاد الحي هذا هو اللي كاين التاريخ ديال الجديده كامله، يعني ملي كيجي هنايا وكيلقى مسدوده يقدر يرجع بحالاته، ما عندوش حنا غنبقاو هنا مريحين تنتشمشوا، يعني ملي كيجي السياح كي ما كيلقاهاش فين غيمشي، ما صافي ما كاين فين غتمشي، كيرجع بحالاته. هاد السقايه هادي عندي حرقه على البلاد بزاف، ولكن بالضبط هاد السقايه اللي هي المنفذ ديال السياحه الداخليه اللي الدوله كتعاون عليها ولاو سادينها، لدرجه جاوا بزاف الناس السياح هاد العام على قبل السقايه مسدوده. علاش مسدوده؟ راه حشومه هاد الشيء، راه السقايه هي المنفذ الوحيد اللي فين كيجي السياح على قبلها باش كتولي الميزانيه في البلاد طالعه باش كيدخل يشوف. علاش نسدها؟ علاش؟ كيتشوكا يعني البلاد اللي هما كقور وعقليه وحضاره كيعرفوا واحد السقايه اللي عندها تاريخ كيجيو بحال يزوروها ويشوفوها ويزيدوا خسروا فلوس ماديا، جاو كيلقاوها مسدوده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.